اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. يا مساء الفل. ازيك كابتن؟ اخبارك ايه؟ انت جاي في يوم مهم لان في قرار بيتاخد في الاهلي لسه اعلنوا عنه من يعني اقل من ساعه. حلو. في ازمه قندوسي. تمام. مين اللي عرض قندوسي للبيع واعاده هيكله لجنه التعاقدات فيما يعني الكابتن امير ممكن يكون مشي من هذه اللجنه. رايك ايه يا كابتن؟ انا قلت لحضرتك من اول قرار تعيين محمد رمضان ان مش جاي اهزر. اي ملف انت يعني منحاز للكابتن رمضان جدا. مش منحاز، انا منحاز للصح يعني. منحاز ان القرار بيطلع الميزه يعني في القرار رمضان جدا جدا. وراجل دغري فيبقى قاعد في اللجنه شؤون القانونيه واخدين القرار. ده خمس ساعات تحقيقات وموضوعات وموجود. والنادي الاهلي شيء امبارح والنهارده يعني النادي الاهلي كان ممكن يدين حد من الناس يعني. حتى ادانته للقندوسي بشياكه وللبيع خلاص انت اتكلمت مش حلو. والمنظومه بتاعت الاهلي مش كده. مشكله القندوسي ان كان جاي كابتن من سطيف نجم هناك، فلما دخل النادي الاهلي لقى نفسه لعيب عادي وفي منه كتير يعني. هو لعيب كويس فعشان كده ما اداش اول سنه وبعدين مشي وبعدين رجع فما لقاش نفسه في النادي الاهلي. الحاجات دي برضو بتضايق يعني. انا جاي نجم فما اعرفش بقى التصريحات صح ولا غلط. خد بالك مشي وكان عنده امل السنه دي يرجع لانه تالق مع سيراميكا الموسم اللي فات ففوجئ ان اتصدم محدش قال ده بعدم عودته تاني. بالظبط. ده بالنسبه للامير. انا بحترم النادي الاهلي ان هو قال لك عايز التشكيل وما حطوش كلمه امير خالص في القصه. مدان بقى مذنب مش مذنب يعني. طالما الملف اتفتح وفي ناس كتيره راحت فيه اعرف ان الكلام ده كان فيه كلام مظبوط فيه شويه. وليد الحديدي مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. اخبارك ايه؟ تحياتي ليك وتحياتي للكابتن. تحياتي ليك. تعليق على الواقع ده على القرار؟ طبعا. الواقعة دي او الاحداث كانت اول اختبار حقيقي لكابتن محمد رمضان، لانه تولى منصبه وكان المفروض يبقى عنده بقى قعدات وخطة وبلان وهنبدأ نظبط. فجات له قنبلة كده من حيث لا يدري. اختبار بجد. لقى في حد بيتكلم عن مسائل تخص زمن مالية وسياسة إدارة وسياسة نادي وفرض أسامي وفرض وكلاء وموضوع كبير، وجاي له لعيب أصلا هو بتاعه اللي هو قندوسي على ذمة النادي الأهلي ومعار، ويجي تصريح تاني من الجزائر اللي بالعيد وأبو بالعيد وأبو ووكيل مش عارف مين وقصة كبيرة. لقاها قنبلة. فكان التعامل بتاع كابتن محمد رمضان كان مهم انه نحطه تحت السبوت. والحقيقه هو تعامل على افضل ما يكون يعني. في سياسات تقول لك كتم وخلاص وعدي والتصريح هيتقال ويروح والناس هتنسى، وفي حد تاني يروح واخد القرار على طول اول ما التصريح يطلع عرض القندوسي للبيع او لا. هو فتح التحقيق، راح تواصل مع سيراميكا عايزين قندوسي، تعال حقق معاه كلام مع او في تصريحاته يعني. سمعوا كابتن امير توفيق، حصلت مواجهات، درس الادله او التسجيلات او الورق او كل لم كل ده، وفي الاخر طلع قرار بسرعه جدا. فده مهم يعني. ده يديك انطباع عن الفكر الاداري الكابتن محمد رمضان اللي احنا كلنا كنا قاعدين مترقبين هو هيدير المنظومه في الاهلي ازاي. فانا شايف الحقيقه انه نجح. القرار بقى نفسه وتفاصيله ممكن نتكلم فيه، لكن انا بتكلم عن التناول بتاع القرار والتعامل. هايل جدا. سرعه ادى لكل واحد حقه. والان مش هيعلن تفاصيله يعني. مش هيعلن تفاصيل اللي حدث اكيد، مش كده؟ خالص. الاهلي هيكتفي بالقرار وخلاص بالشويه اللي نزلهم دولت، وان كده خلاص ده مشي وده للبيع وده ما حتى ما حطوش اسمه. لان ممكن برضه ما يمشيش، ممكن يخش شركه الكوره زي ما هو مع المهندس عدلي. يعني خلاص يتهم. ده الشياكه في النادي الاهلي. بس في نقطه كابتن، ان السياسه اللي الدكتور بيقول عليها ان رمضان اتحط تحت سبوت، لا هو ده شغل طارق سليم الله يرحمه. ان مشكله مهما كنت انت مين ولا لعيب كويس خلصت. هي دي السياسه بتاعت زمان بتاعت النادي الاهلي اللي بيقطع على طول، مش بيدي مساحه او مش بيدي وقت او مش بيطلع قرار على طول. حتى المشكله كانت ايام ساعه الجواب والوداد، انا حسيت الموضوع اتعاون. ما خدناش حق ولا باطل. اول قرار يتاخد فيه بسرعه. البلبله بتاعت الحديثه كابتن بتاع القندوسي كان فيه يومين كده بلبله، ولو اتثبت اكتر من كده وزمم وحاجات قصة كبيرة. هتفتح ابواب كتيره. فالنادي الاهلي